بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ كاملين مع بعض نماذج كتاب المدرسة من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات، كتاب المعاصر. السؤال الأول بيقول لي إذا كان نون توفيق 3 إلى نون ناقص 1 توفيق 4 بتساوي 8 إلى 5، عايزين نجيب قيمة إيه نون؟ هنا نستخدم القواعد بتاعتنا. أقول المضروب اللي فوق، هنا المضروب اللي تحت، المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، المضروب اللي فوق على المضروب اللي تحت، المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، كل ده بتمانية على خمسة. هي القسمة تبقى ضرب ونقلب الكسر التاني، يبقى مضروب 4، وهنا مضروب نون ناقص 5 على مضروب ناقص 1، قلبنا الكسر ونسيب ده زي ما هو. بعد كده نقدر نطلع الأربعة دي بره، تبقى هنا وفي مضروب 3 بحيث يختصر مع مضروب 3 اللي تحت، ومضروب نون نقدر نطلع نون هنا، يبقى نون ناقص 1 بحيث تختصر مع نون ناقص 1 اللي تحت دي. وعندنا تاني نون ناقص 3 تقدر تطلع مرتين، نون ناقص 3 في نون ناقص 4، بعد كده مضروب نون ناقص 5 عشان يختصر مع نون ناقص 5 اللي هنا، كل ده بيساوي 8 على 5. وصلنا في الآخر إن 4 نون على نون ناقص 3 في نون ناقص 4 بتساوي 8 على 5. نقدر بعد كده نختصر على 4 في 1، 8 على 4 في 2، ده من المقص 5 في نون، وهنا 2 تتضرب في المقدار، يبقى 2 في نون ناقص 3 في نون ناقص 4. نفك المقدار بتاعنا، هنا 2 نون ناقص 6 نون ناقص 4 بتساوي 5 نون، 5 نون اهي، فك 2 نون في نون ب2 نون تربيع، ونضرب تاني تبقى سالب 8 نون ناقص 6 نون زائد 24، يعني 2 نون تربيع ناقص 14 نون ناقص 5 نون، نودي الخمسة بعكس الإشارة، 5 نون زائد 24 بتساوي 0، يعني 2 نون تربيع ناقص 19 نون زائد 24 بتساوي 0. نقدر نحلل بعد كده، نقول 2 نون في نون دي 2 نون تربيع، 24 3 في 8، 3 في 8 بحيث 3 في 8 ب 16 و 3 19، يبقى سالب وسالب، يعني النون هتطلع ب 3 على 2، او النون تبقى بكام؟ النون ب 8. خلاص، طبعا ال 3 على 2 دي مرفوضة، فناخد النون تبقى ب 8. يبقى الإجابة بتاعتنا ج للسؤال الأول. السؤال التاني رقم 2 بيقول لي معامل الحد الأوسط في مفكوك المقدار 3 س ناقص 1 على 6 كل أس 10 بيساوي نقط. هنا يا شباب عشان أجيب الحد الأوسط، أبص الأس اللي عندي 3 س ناقص 1 على 6 كل أس 10، طالما الأس زوجي يبقى الحد الأوسط، أقول والله الأس ده أقوم قاسمه على 2 ومزود 1، طالما هو زوجي يبقى 10 على 2 فيها الخمسة، 5 1 6، يعني أنت الحد الأوسط والحد السادس تقول له نون اللي هي 10 توافق 5 في التاني، تاني أس اللي تحت في الأول أس الفرق، التاني أس اللي تحت أهو في الأول اللي هو 3 أس أس الفرق، وعايزين الحد الأوسط في مكدوب مفكوك المقدار. الأول عندي هنا عايز طبعا معامل يا استاذ، معامل الحد الاوسط، معامل هتحط مكان السين بكام؟ سين بواحد، تمام، يبقى في التاني التاني اس اللي تحت والاول ده من غير بحط مكان السين واحد، يبقى 3 اس اس الفرق يعني اللي هو 5. نحسب بالآلة الحاسبة تطلع معايا سالب 63 على 8. الإجابة بتاعتك رقم ألف. السؤال اللي بعده، إذا كان متجه ألف بيساوي 2 واحد وسالب 2 ومتجه ألف زائد باء بيساوي ألف ضرب اتجاه الباء، فإن المتجه باء بيساوي نقط. السؤال قبل يا شباب ما قلناهوش، اللي هو رقم 3، بيقول لي قياس الزاوية بين المستويين، المستوى الأول والمستوى التاني نقدر نطلع نون واحد وموجود على الصورة العامة، يبقى نطلع معامل السين بواحد ومعامل الصاد بواحد والعين مش موجودة، وهنا نون
اتنين كمتجه، معامل السين مش موجود، معامل الصاد بواحد، ومعامل العين بايه؟ بواحد. اقول والله عشان اجيب الزاوية اقول له جتا سيتا، معيار المتجه نون واحد ضرب قياسي متجه نون اتنين على معيار متجه نون واحد في متجه نون اتنين. هنعمل ضرب واحد في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد، واحد في صفر بصفر، معيار واحد بواحد على الجذر التربيعي، مربع الأول زائد مربع التاني زائد مربع زائد مربع التالت، مربع الأول مربع التاني مربع التالت، يطلع الناتج بواحد على اتنين هي جتا 60، يعني سيتا هتبقى بستين درجة. دي إجابة رقم 3، هي كانت 60 بنص، يعني ناخد إجابة جيم يعني. ناخد بقى السؤال اللي بعده رقم 4، إذا كان المتجه أ اتنين وسالب واحد، اتنين واحد وسالب اتنين، و أ زائد باء تساوي أ ضرب اتجاه الباء، فإن المتجه باء بيساوي نقط. خد بالك هو قال لك أ متجه زائد باء متجه بيساوي أ ضرب اتجاه باء. احنا عارفين لما نجيب الضرب اتجاه لمتجه في متجه بيديك متجه عمودي على مستوى، ولما نجمع متجه مع متجه بيديك متجه يقع في المستوى. انا متجه أ مثلا متجه ب، لما نجمعهم هيديك مستوى في الايه؟ يديك متجه يقع داخل مستوى. فبالتالي ما ينفعش ان المتجه أ زائد ب اجمعهم يعني يديني متجه والمتجه ده هو يكون عمودي، لا ده لازم يكون جوه المستوى. ده في حالة واحدة يا شباب يتحقق الكلام ده، اذا كان حاصل الضرب الاتجاهي بايه؟ بصفر. تمام، يتحقق الكلام ده لو قلت والله أ ضرب اتجاه الباء يديني متجه صفري، وأ زائد باء يديني متجه صفري، يتحقق في الحالة دي. لكن ما ينفعش أقول إن أ زائد باء متجه أ متجه باء لما أجمعهم، طبعا يا شباب طبعا يديك متجه جوه المستوى، ما ينفعش لما أجمعهم يديك متجه بره المستوى، لا أنت لما تجمع متجهين لازم يديك الناتج جوه المستوى. فهمته؟ يبقى لما أجمع متجهين لازم يديك جوه المستوى، ما ينفعش يديك متجه عمودي، ده متجه تالت عمود عليهم ده. ففي حالة واحدة بس، في حالة واحدة امتى؟ لو والله لو كان أ متجه زائد ب متجه بيساوي أ ضرب اتجاه الباء متجه صفري، لو جمعناهم مع بعض اداك صفر متجه، ولو ضربناهم في بعض اتجاه اداك صفر. في الحالة دي أقدر أقول إن أ زائد الباء بتساوي أ ضرب اتجاه الباء. فهمنا؟ طب امتى بقى نقدر نجيب الحل؟ والله هو قال لي إن أ زائد الباء موجودة، يعني احنا قلنا إن هي إيه؟ بواو. طب انت عندك الألف موجودة اللي هي اتنين وواحد وسالب اتنين، شوف بقى تجمع عليها ايه عشان تديك المتجه الصفري. ها اجمع كده، اتنين مع مين؟ اتنين مع سالب اتنين، واحد مع سالب واحد، سالب اتنين مع اتنين اهو، يبقى سالب اتنين وسالب واحد واتنين، سالب اتنين وسالب واحد واتنين، ده المتجه ايه اللي احنا عايزينه؟ دي الاجابة بتاعتنا شباب. يبقى شباب يبقى المتجه به هيكون سالب اتنين وسالب واحد واتنين. فهمناها كده؟ يبقى حالة واحدة بس يتساوى فيها الجمع مع الضرب الاتجاهي إذا كان الناتج متجه صفري. تمام، لأن جمعهم لازم يديك متجه جوه المستوى، ما ينفعش أجمعهم ويديني متجه بره المستوى. فبالتالي الإجابة بتاعتك هتاخدها تختار الإجابة جيم. السؤال يا شباب رقم 5، متجه أ بسالب 2 وصفر وتلاتة، والمتجه ب 4 واتنين وسالب 5، فإن معيار المتجه أ ب، لازم نجيب الأول متجه أ ب اللي هو ب ناقص الألف، 4 و2 و5، فرق الألف اللي هو سالب 2 و0 و3، يبقى 4 ناقص 2 تبقى ب6، 2 ناقص 0 ب2، و5 ناقص 3 ب2. نجيب معيار بقى المتجه بتاعنا اللي هو الجذر التربيعي، مربع الأول مربع التاني مربع التالت، يبقى الجذر التربيعي ل104، دي الإجابة د. السؤال اللي بعده رقم 6، إذا كان متجه أ عمودي على متجه ب معناه إن أ ضرب قياسي ب بصفر، وكان المتجه أ عمودي على متجه ج معناه برضه أ ضرب قياسي للج بيساوي صفر، وكان المتجه ب موجود 2 و3 و2، ومتجه ج موجود 1 و2 و1، وكان معيار المتجه أ ب4 جذر 2 رقم 6. احنا عندنا يا شباب الألف عمودي على ب وعمودي على ج، وجاب لي معيار المتجه أ، معنى كده إن متجه عندك متجه ب ومتجه نجيب موجودين جوه المستوى، لو عملناهم ضرب اتجاهي اللي عندي وقسمتهم على المعيار هيديني متجه وحدة عمودي على المستوى. يبقى انا اجيب الاول ب ضرب اتجاه لمين؟ لجيم، ماشي، عشان نجيب متجه عمودي على ايه؟ على المستوى. ايه المتجه اللي هو العمود على المستوى اللي عندي؟ هجيب ب ضرب اتجاهي لجيم على معيار الب في معيار الجيم، معيار ب في ضرب اتجاه الجيم، يعني اجيب المتجه على معياره يعني. يبقى انا هجيب متجه وحدة عمودي على المستوى،
خلاص. وبعدين اجيب بعد متجه الف، بعد كده بعد ما اجيب اقول له والله المتجه الف ده عباره عن المتجه ي بتاعنا في معيار المتجه الف، يبقى تجيب مركبه الف في اتجاه المتجه ياء، لان اصلا ياء متجه الوحده العمودي بيساوي المتجه على معياره. فانت عايز تجيب الف، تقول تجيب متجه وحده عمودي على المستوى وتقوم ضربه في المتجه او المعيار بتاع الف، هيديك متجه الف بتاعك. فاحنا هنجيب الاول به ضرب اتجاه الجيم، وبعدين نقسم المتجه على معياره، تمام، عشان تجيب ي. وبعد كده بعد ما تجيب متجه ي تقدر تضربها في معيار الف يديك المتجه الف يعني. فنجيب هنا س وهنا ص وهنا عين، المتجه بين نجيبه اللي هو 2 و3 و2، وهنا المتجه بتاعنا 1 و2 و1. هنا ما نفك يا شباب، س اهيت نلغي الصف والعمود، يبقى 3 ناقص 2 ب1. وبعدين نقلل الصاد، وبعدين ادي العين، الصاد 2 ناقص 2 بصفر، والعين خب الصف والعمود 4 ناقص 3 ب1. خلاص تعالى بقى نجيب المتجه ياء بتاعنا، يبقى يضربنا الضرب اتجاهي اهو، طلعت الاحداثي بتاعنا خب السين كده 3 ناقص 4 بسالب 1، سالب 1. ماشي، ركز معايا كده في الأرقام، سالب 1 وصفر. واحد على معيار ال ب في ج اللي هو الجزء التربيعي، مربع الأول مربع التالي مربع التالت، هتبقى سالب 1 وصفر 1 على جذر ايه؟ على جذر 2. ده المتجه ايه؟ تعال نكمل بقى. يبقى المتجه أ هناخد المتجه ايه بتاعنا اللي هو سالب 1 وصفر 1 على جذر 2، نقوم ضاربينه في المعيار متجه أ. متجه أ بتاعنا معياره كان جابه في التمرين، يعني هو جاب في المسألة المعيار يا شباب، معيار متجه أ جابه في التمرين اللي هو 4 جذر 2، ده معطى. اضرب بقى اختصر دي مع دي، فانت جبت خلاص كده المتجه ايه أ بتاعك وخلصت المسألة، وتبقى 4 في سالب 1 وصفر وواحد، يعني متجه أ بيساوي 4 في السالب، وهنا صفر وهنا 4. دي فكرة الحل. يبقى عشان اجيب المتجه أ لازم اجيب متجه وحدة عمودي على المستوى في معيار المتجه أ، زي مسائل القوة قبل كده بقول مثلا القاف عشان احسبها كنت بجيب المتجه المعيار يعني بتاع قاف واقوم ضربه في متجه وحدة في اتجاه، بشوف قاف بتعمل في مين، ها بتوزي مين مثلا. يعني هنا نفس الفكرة احنا استخدمناها، احنا استخدمنا مسائل القوة زي دي بالظبط، يبقى زيها. بقول بناخد ايه مسائل القوة في الايه الاستاتيكا ونشتغل دي زيها بالظبط، تمام. نرجع تاني المسألة، يبقى هو عايز المتجه أ، المتجه أ بيعمل يعني هيوازي متجه الوحدة العمودي ده، طالما يوازيه أو زيه لأن أي مستوى عمودي هيكون متوازي. فاحنا قلنا والله المتجه أ ده بيعمل في اتجاه العمودي على المستوى، طالما يعمل في اتجاه العمودي على المستوى يبقى تقدر تجيب المعيار بتاعه في اتجاه الوحدة العمودي على المستوى. يبقى أنت كده جبت مين؟ متجه الوحدة العمودي على المستوى اللي هو حاصل ضرب الاتجاهي، طبعا زي نون كنا بناخدها قبل كده، نون اللي هو العمود على المستوى حاصل ضرب ايه المتجهين في بعض ضرب اتجاه، يديك متجه نون اللي هو على العمودي. يبقى انت بتجيب متجه وحده عمودي على المستوى وتقوم ضربه في المعيار بتاع الف يديك متجه الف. وصلت كده الفكره؟ حاولوا تفهموها بس يا شباب عشان دي ايه مساله مهمه يعني، تمام. شوف التمرين اللي بعده اكمل، يبقى اجابتك بقى اختارها، اختار الاجابه بتاعتك كده، الاختيار بتاعنا ب. السؤال اللي بعده رقم 2، أكمل ما يأتي. 1 ناقص 1 على أونجا مضروبة في 1 ناقص 1 على أونجا تربيع مضروبة في 1 ناقص 1 على أونجا أس 4 مضروبة في 1 ناقص 1 على أونجا أس 8 إلى 10 عوامل. طيب تعالى تحلها كده، لو عايز لحد 10 عوامل، 1 ناقص 1 على أونجا أس 4 في 1 ناقص 1 على أونجا أس 8. خد بالك معايا هنا، هنحاول نبسطها، وعايز لحد 10 عوامل. طيب الأوميجا دي هنخليها أوميجا تكعيب، على أوميجا فالأوميجا تربيع، يعني 1 ناقص أوميجا تربيع. أوميجا دي هنخليها أوميجا تكعيب، أوميجا تكعيب على أوميجا تربيع اللي هي أوميجا. أوميجا أس 4 تبقى أوميجا مين؟ أس كام؟ أس 6، يعني أوميجا أس 6 على أوميجا أس 4 اللي هي أوميجا أس 2. وهنا 1 ناقص أوميجا أس 9 على أوميجا أس 8 اللي هي أوميجا أس إيه يا أستاذ؟ أس 1. لاحظ إن القوس ده واللي بعديه كرره وهكذا، كل شويه هيكرره. هو عايز 10 عوامل، يعني كل قوس هيكرر 5 مرات. يعني معنى كده ان القوس ده يعني هيبقى الناتج بتاع الناتج الاول في الثاني في الثالث في الرابع، فهنشوف الناتج بكام ونضربه في نفسه كام مره؟ 5 مرات. تعالى كده ناخد دي على جنب، نقول بما ان طبعا لحد ايه طبعا 10 عوامل، فتاخد قوسين بس
ده يعبر عن الناتج ايه؟ اول قوسين، واللي يطلع هنضربه في نفسه 5 مرات عشان يطلع الناتج. تمام، يبقى انت تقول له بما ان 1 ناقص اوميجا تربيع في 1 ناقص اوميجا بتساوي، فاكر كده، 1 في 1 بـ1، وهنا سالب اوميجا، سالب اوميجا تربيع زائد اوميجا تكعيب. هنا شباب اوميجا تكعيب 1 1 1 2، هنا تاخد سالب عامل مشترك تبقى اوميجا زائد اوميجا تربيع، يعني 2 ناقص اوميجا، واوميجا تربيع اللي هي سالب 1 سالب في سالب بموجب، هيطلع ب3، يعني طلع الناتج ب3. يبقى معنى كده ان الـ3 تتضرب في نفسها 5 مرات، 1 2 3 4 5، اللي هي 3 أس 5 ب243، يبقى ده الناتج بتاعنا. السؤال اللي بعده رتبة المصفوفة اللي عندي، رتبة المصفوفة شباب موجودة على الصورة المثلثية، يعني هي موجودة على الصورة المثلثية شباب، يبقى المحدد بتاعتك بتاعك قيمته هتكون سالب 1 في سالب 1 في 1، هيطلع 1. وطالما المحدد قيمته لا تساوي الصفر، إذن احنا نستنتج ان رتبة المصفوفة بتاعتنا سميناها ألف يعني شباب، هتبقى ب3، لأن هي حققت الشرط. تمام. طيب السؤال اللي بعده رقم 3، اتجه اتجاه المستقيم الأول اللي هو س زائد 2 على 3 وع ناقص 1 على 2 وص بيساوي ا بيساوي نقطة. خد بالك معادلة المستقيم س زائد 2 على 3 كانت بتساوي دي، يساوي شايفها، يساوي ع ناقص 1 على 2، عمل فاصلة بعد كده وقال إن الصاد بتساوي أ. طيب هنا السين معاملها 1، لما تيجي تكتب بقى متجه الاتجاه دي النقطة اللي هي سالب 2، وعندك الصاد مش موجودة تبقى بصفر، إن عمل فاصلة أهو، وعندك هنا سالب 1، متر تاخد، والله إحنا عايزين بقى ه اللي تحت يعني تبقى 3، والعين هي معامل تحت يعني لا دي اله، لأن دي معادلة مستقيم مش مستوى. ماشي، يبقى هنا 3 وهنا 2 والصاد مش موجودة، نكتب 0، يبقى 3 و0 و2. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي إذا كان قياس الزاوية بين المستقيمين يساوي 60 درجة فإن أ بتساوي نقطة. رقم 4، إذا كان قياس الزاوية بين المستقيمين بتساوي 60 درجة شباب، يعني أنت محتاج تجيب هاء 1 ومحتاج تجيب هاء 2، هاء 1 اللي هي الألف، الـ2 1، المتجه هاء 2 اللي هي 2 1 وسالب 1. تمام، احنا عارفين ان جتا سيتا تساوي هاء 1 ضرب قياسي هاء 2 على معيار المتجه هاء 1 معيار المتجه هاء 2. طيب تعالى من ضرب قياسي تبقى 2 ا زائد 2 ناقص 1، على الجهاز التربيع مربع الأول تبقى ا تربيع زائد 4 زائد 1، المربع التاني اللي هي 4 زائد 1 زائد 1. جتا سيتا، السيتا عندك ب60، جتا 60 ونص، يبقى 2 ا زائد 1 على الجهاز التربيع، ا تربيع زائد ا 5، الجهاز التربيع اللي هنا 4 1 5 5 1 6، وده بيساوي نص. نعمل بقى معادلة شباب، نفك يعني 2 في 2 بـ4 تبقى 4 ا زائد 2 تساوي الجذر التربيعي 6 في الجذر التربيعي ا تربيع زائد 5، نربع الطرفين تبقى 4 ا زائد 2 كل تربيع تساوي 6 في ا تربيع زائد 5، يعني 6 ا تربيع زائد 30. ماشي، احنا يا شباب بعد كده هنحل بقى المعادلة بتاعتنا، يعني نفك المقدار ده ونساويه بده ونصفي المسألة، نعملها في الصفحة اللي ورا كده، يبقى عندي المعادلة هي 4 ا زائد 2 كل تربيع تساوي 6 في ا تربيع زائد 5، نفك دي أول تربيع، تاني تربيع، أول في التاني في 2، 2 في 4 8، 2 في 8 16، تساوي 6 ا تربيع زائد 30، عدي دي هنا تبقى 10 ا تربيع زائد 16 ا ناقص 26 تساوي 0. نحلها على الحاسبة يا شباب، نسمع الاتنين تبقى 5 ا تربيع زائد 8 ا ناقص 13 تساوي 0. نحل على الحاسبة أو نحلل بإيدينا مفيش مشكلة، حل بإيدينا، 5 ا من ا، 13 1 في 13 أو هنا 13 في 1،
لخمسة لتلاتاشر، الكبير ياخد اللي في النص بسالب، فالألف تبقى سالب تلاتاشر على خمسة، أو الألف بتساوي إيه؟ موجب واحد. ماشي، يبقى ده حلين، إما الألف بسالب تلاتاشر على خمسة أو إيه؟ أو الألف بموجب واحد. تمام، ده الحل بتاعنا يعني، ده للسؤال اللي هو إيه؟ السؤال اللي إحنا بنحله يا شباب، اللي هو إيه؟ كنا بنحل رقم كام؟ رقم أربعة، ده رقم أربعة. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، رقم خمسة. يقول لي إذا كان ألف وباء تنتميان للمستوى كاف س زائد ص زائد م زائد 2 يساوي صفر، فإن كاف زائد م يساوي نقطة. طالما النقط بتنتمي للمستوى يبقى تحققه. يعني النقطة الأولى هي الألف تنتمي للمستوى، ألف تنتمي للمستوى ط. إذا عوض باب ألف اللي هي الواحد، ركز معايا كده، الألف كان احتسيها واحد صفر وصفر، شيل السين وحط واحد، والصاد بصفر والعين بصفر، هيبقى كاف زائد اتنين تساوي صفر، يعني كاف تبقى بسالب اتنين. كذلك النقطة التانية اللي هي ب، اللي هي صفر واحد واحد تنتمي لط. إذا أقعد بقى مكان السين بصفر، خلاص كده راحت، ركز معايا كده، شايف، حط مكان السين هنا بصفر، والصاد بواحد، والعين بواحد، يبقى واحد زائد ميم زائد اتنين بصفر، ميم زائد اتنين تساوي صفر، يعني الميم هتبقى بسالب تلاتة. جبت الميم وجبت الكاف، اجمعهم بقى تقول والله كاف زائد ميم يبقى سالب اتنين ناقص سالب تلاتة بسالب خمسة، يبقى الناتج بتاعك بسالب خمسة للسؤال رقم ايه؟ خمسة. السؤال اللي بعده ستة. إذا كان متجه ألف واحد وصفر واتنين ومتجه ب اتنين وسالب واحد وسالب اتنين، فإن ألف ضرب اتجاه باء جوه قوس، وبعدين ضرب قياسي متجه باء ضرب اتجاه متجه ألف. رقم ستة يا شباب، أنت عايز تجيب ألف ضرب اتجاه لباء ضرب قياسي لباء ضرب اتجاه ألف. خد بالك أنت في المتجهات بتتغير، ممكن تغير بس غير إشارة. يعني والله لو قلت ألف ضرب اتجاه لباء دي تتعكس، بس خد إشارة سالبة بره. يعني معنى الكلام أنت هتجيب ألف ضرب اتجاه لباء هتشوفها بكام، وأنت تضربه في نفسه، وبعدين اللي يطلع تضربه في سالب. تمام، تعالوا كده نحلها. ألف ضرب اتجاه باء، نقول والله هنا س وهنا ص وهنا ع، اتجاهات س أو الألف واحد وصفر واتنين، وعندك الباء اتنين وسالب واحد وسالب اتنين. نفكر شباب، ناخد الس ناقص الص زائد الع. السين عندك تلاقي الصف والعمود يبقى صفر، وهنا سالب اتنين سالب في سالب بموجب، الصاد تلاقي الصف والعمود يبقى سالب اتنين ناقص أربعة سالب ستة سالب في سالب بموجب، العين تلاقي الصف والعمود يبقى سالب واحد. خلاص، ده المتجه بتاعك ألف ضرب اتجاهي للباء، طلعت معاك اتنين وستة سالب واحد. يبقى بالتالي نقدر نعمله مضرب ضرب قياسي، أقول له سالب كده. هو عايز ضرب قياسي يا شباب، ركزوا، ماشي، اتنين وستة وإيه؟ سالب واحد، ضرب قياسي نفس المتجه، يعني اتنين ستة وسالب واحد، والسالب بره، اتنين في اتنين بأربعة، ستة في ستة بستة وتلاتين، سالب في سالب بإيه؟ بموجب، أربعة زائد ستة، ستة وتلاتين بأربعين، أربعين واحد واحد أربعين، يبقى الناتج كله بسالب واحد وأربعين. سؤال ثانيا، نقول يا شباب في ثانيا، إذا كان متجه إذا كانت معاملات الحدود الرابع والخامس والسادس والمفكوك اتنين زائد س زائد ص، اتنين س زائد ص كل س حسب قوى س تصاعديه تنازليه تتكون طبع حسابيه، فوجد قيمه نون. تمام، طبع حسابيه يا شباب، يبقى احنا نقدر نستفيد يعني ان احنا عندنا حد اول مثلا، وحد تاني، وحد تالت، اللي في النص هو وسط بينهم. كذلك لما اقول لك حد رابع وخامس وحد خامس وحد سادس، يعني الحد الخامس ده هيكون وسط متناسب بينهم، فاهمين؟ يعني حاصل ضرب الحد الاوسط في اتنين بيساوي الحد اللي قبليه والحد اللي بعديه. اوضح حلقه هي يا شباب عشان تفهموا. السؤال التالت، رقم واحد، انت عندك الحد الرابع والحد الخامس والحد السادس تكون متابعة حسابية، يعني هيبقى اتنين في الحد الخامس
تساوي الحد الرابع زائد الحد السادس، تمام؟ أو تقول الحد الأوسط ده بيساوي طرفين على اتنين، تعمل مقص. ها؟ طب لما عملنا كده نقدر نعمل إيه؟ نقدر يا أستاذ والله نقسم الحد الخامس ده عشان تبقى نشتغل بقوانين النسبة، من الحد الرابع خد الحد الخامس ومن الحد السادس على الحد إيه؟ الحد الخامس، يعني اتنين تساوي، نقدر بقى نعمل القانون بتاعنا. أنت عندك المتتابعة كانت في مفكوك المقدار، المقدار بتاعي اتنين س زائد ص كله السنون، يبقى الحد الرابع هتقول له والله تسجيل الحد الرابع الحد الخامس، طبعا بتكتب نون ناقص الصغير بس بتكتب من جهة الكبير، يعني تكتب تحت كده لأن دي مقلوبة، نون ناقص الصغير فيهم زائد واحد على إيه؟ على الرقم اللي أنت طرحت منه، ماشي؟ كل ده مضروب في إيه؟ في التاني على الأول، التاني على الأول، التاني هو الواحد، يعني المعاملات بقى، خد بالك أنت معاملات يعني سين وصاد واحد، فبتقسم التاني معامل التاني على معامل الأول، أهو بس بتحطها بالعكس مقلوبة يعني، لأن أنت بتكتب من تحت لفوق كده. ليه؟ لأن الكبير تحت فأنت بتمشي مع الكبير، وتقول له نون ناقص الرقم الصغير فيهم زائد واحد على الصغير في معامل الحد التاني على الحد الأول، بس بتقلبها. دي بقى معدولة، دي هتفهمها أكتر. تقول له والله نون ناقص ستة زائد واحد، لا مش ستة بقى، نون ناقص خمسة اللي هو الصغير زائد واحد على الصغير في التاني على الأول، التاني اللي هو واحد والأول اتنين. بقت معادلة عادية، تقدر تضرب المعادلة اللي عندك عشان تتخلص من الخمسة واتنين دي، تضرب في عشرة يعني، يبقى اتنين في عشرة بعشرين، وهنا ضربت اتنين في أربعة بتمانية، دي تمانية، واحنا ضربنا في كام يا أستاذ؟ ضربنا في عشرة عشان نتخلص، نتخلص من مين يا أستاذ؟ نتخلص من الرقم اللي عندنا ده اللي هو خمسة واتنين، يبقى اتنين في عشرة بعشرين، عشرين في أربعة بتمانين، على نون ناقص تلاتة، وهنا تحت اللي اتخلصنا منها خلاص يبقى نون ناقص أربعة، ماشي؟ يبقى انت ضربت في عشرة، ممكن تضرب في الكسر ده عشان تخلص منه برضه، اللي هو نون ناقص تلاتة، تقوم ضارب في نون ناقص تلاتة كله، فتبقى عشرين في نون ناقص تلاتة تساوي تمانين زائد نون ناقص أربعة في نون ناقص تلاتة، تمام؟ هنا عشرين نون ناقص ستين تساوي تمانين زائد نون في نون بدون تربيع، وهنا سالب في سالب بموجب، سالب سبعة ايه؟ نون، شفت المعادلة دي؟ وهنا اتنين نون تعدي الناحية التانية، وسالب ستين تعدي الناحية التانية عشان تحللها، ماشي كده معايا؟ عشان بس نفتكر الأرقام ونقلب الصفحة، يبقى قلنا نون تربيع هتجيلها دي تبقى سالب سبعة وعشرين، اعملها اهو، يبقى نون تربيع ناقص سبعة وعشرين اللي دي جت لها بعكس الإشارة يا شباب، وسالب ستين تعدي موجب ستين، ستين واتناشر اتنين وسبعين، نكتب هنا طبعا دي سالب سبعة وعشرين نون اهيت زائد ستين في تمانين برضو، ستين وتمانين مية وأربعين، مية وأربعين واتناشر مية اتنين وخمسين، نحلل بالآلة الحاسبة نون ونون، نشوف على ده حصل ده 152، نعملها على الآلة كده، يطلع عندي كام؟ 19 في 8 سالب في سالب، فتبقى النون 19 أو نون بكام؟ ب 8، بس ده الحل بتاعنا من غير ما نقلب الصفحة هو الحتة كفتة، تمام كده؟ اكتبوا معايا يا شباب عشان تفهموا الطريقة، خلاص يبقى احنا ضربنا كله الأول في إيه؟ في 10 عشان نخلص من 5 في 2 دي، وان ضربنا في الرقم ده عشان نتخلص منه، اتفقنا؟ طيب ده السؤال اللي هو رقم 3 ألف، السؤال اللي بعده 3 ب بيقول لي كرة مركزها 1 2 1 تمس سطح المستوى س زائد ص زائد ع بيساوي 1، عايزين نجيب معادلة الكرة. طيب يبقى احنا محتاجين يا شباب عشان نجيب معادلة الكرة محتاجين طبعا نجيب ايه؟ نص القطر. طيب خد بالك كده معايا، ادي مستوى وفي الكرة بتمسه، الكرة اللي بتمس المستوى دي اقدر اجيب طول نص القطر كده اللي هو طول العمود الساقط من نقطة المركز مدى المركز الى المستوى. طب انت عندك المركز موجود اهوت واحد واتنين واحد، يبقى نق عبارة عن طول العمود الساقط من نقطة على ايه؟ على المستوى، يبقى معادلة المستوى اللي عندك هتعوض فيها بالنقطة، معادلة المستوى طاء اهيت كان بيقول لي س زائد ص زائد ع يساوي 1، هعوض النقطة هنا فتبقى واحد، طبعا جوه معيار كده واحد
زائد 2 زائد 1 ناقص 1، يعني 1 بعد بعكس الإشارة. جذر تربيع مربع الأول ومربع تاني ومربع تالت. الواحد تروح مع السالب 1 يبقى هنا دي 3 على جذر التربيع لإيه؟ 3 هي نص القطر، يطلع جذر 3 وحدة طول. جبنا نص القطر يا شباب، خلاص اكتب بقى المعادلة بتاعتك. تقول والله س ناقص 1 تربيع زائد ص ناقص 2 كل تربيع زائد عين ناقص 1 كل تربيع بيساوي نق تربيع اللي هي 3. بس دي معادلة الكرة بتاعتك، يعني في صورة إيه؟ قياسية. تمام، شوف التمرين اللي بعده رقم 4. في ثانيا بيقول لي ابحث امكانيات حل المعادلات الاتيه، ثم وجد مجموعه حل المعادلات الاتيه باستخدام المعكوس الضرب المصفوفه. هنا حدد لك طريقه الحل، يعني مش هتعمل بكرامر. ماشي، اول حاجه شباب هنكتب المعادله المصفوفيه. ركز معايا كده في السؤال رقم الف، السؤال الرابع بيقول لي المعادله المصفوفيه نكتبها، نجيب المعاملات والمجاهيل ومصفوفة النواتج عشان نستخدم طريقة المعكوس الضربي. 4 3 سالب 5، 3 2 4، 5 سالب 2 سالب 7، س ص ع. تعالى نجيب بقى ايه محدد المصفوفة دي، سميناها ألف. المصفوفة دي سميناها ألف، هنجيب محدد المصفوفة احسبوا يا شباب كده على الآلة ونطلعوا مع بعض. هيطلع معايا 179. بعدين نجيب بقى مصفوفة المرافقات، وبعدين نجيب المصفوفة الملحقة. تعالوا نجيب مصفوفة المرافقات كده، مصفوفة المرافقات، مرافقات مصفوفة ألف. المصفوفة المرافقات دي يا شباب هنلغي الأربعة دي، صف وعمود، والاتنين في سالب 7 بسالب 14، سالب 14 وزائد 8 14، 17 زائد 8 تبقى كام؟ زائد سالب 6، ممكن تبقى سالب 6. طلعت معايا مصفوفة المرافقات، نجيب بقى المصفوفة الملحقة، هندور يا شباب تبقى سالب 6. خلي الصف ايه؟ عمود، سالب 6 وبعدين 41 وبعدين سالب 16 وبعدين ناخد 31 سالب 3 23، ناخد 22 سالب 31 سالب 1. نجيب معكوس الضرب المصفوفة نقول 1 على الدلتا اللي هي 179 في الملحقة بتاعتنا اللي هي سالب 6 31، ماشي، 22، 41 سالب 3 سالب 31 سالب 16 23 سالب 1. هنضرب يا شباب كل ده في المصفوفة النواتج اللي هي 6 و1 و1. نضرب بقى سالب 6 سالب 6 سالب 36، نحسبها كده مع بعض ونقسم على ايه 179. تطلع معايا الناتج 2 1 1، معنى كده ان السين ب2، يعني ضربنا الصف ده في العمود يا شباب وبعدين قسمنا 179 ده كده 2، ضربنا الصف في العمود وقسمنا 179 ادينا 1، ضربنا الصف في العمود وقسمنا 179 ده كده ايه اداك 1، يبقى الصف 1 والعين 1. وبالتالي بيقول لي هات مجموعة الحل بقى، خلاص خلصت، يبقى عبارة عن 2 1 1. اتأكد كده بالآلة الحاسبة. تمام، شوف السؤال اللي بعده. إذا كانت عين واحد بتساوي جذر 3 زائد تاء على 2 كل أس 4، وعين 2 بتساوي جا باي على 3 زائد تاء جتا باي على 3 وتاء تربيع بسالب 1، وكان عين بتساوي عين واحد على عين 2، أوجد الجذور التربيعية للعدد عين على الصورة المثلثية. طيب يا شباب، إحنا عندنا أول حاجة عين واحد دي لازم نحولها من الصورة الجبرية اللي عندي للصورة المثلثية. طيب هي محتاجة تظبيط برضه يا أستاذ، يعني أنت عندك التربيع الصورة دي ممكن تبقى رؤية 2 في 2، يعني تقول له والله عين واحد، هتقول له اللي هي كانت أصلا جذر 3 زائد تاء على 2، تقول له تربيع كل تربيع، حاول بسطها كده. طب التربيع ده هيتوزع على البسطول مقا، ربع اللي فوق تبقى هنا 3 وربع التاء تبقى تاء تربيع، والأول في 2 في 2 في 2، يعني 2 جذر 3 تاء، هنا المربع اللي تحت دي 4.
تلاتة تربيع بسالب واحد فتبقى اتنين، تلاتة ناقص واحد باتنين يبقى اتنين ناقص اتنين جذر تلاتة تاء على أربعة، ماشي. بسط كده تبقى نص نص جذر تلاتة تاء، ماشي لحد كده مفهوم. يبقى احنا عملنا ايه يا ولاد شباب؟ الأربعة دي خدناها باتنين واتنين بس، ربعنا البسط وربعنا المقام اللي عندنا. بعد كده شباب بنربع تاني لأن احنا فكينا التربيع ده، خلاص نرجع نربع تاني. اللي عندنا ربع الأول ربع التاني، أول في التاني في اتنين يبقى اتنين في نص، في نص جذر تلاتة في تاني ربع، اتنين تروح على اتنين ناقص جذر تلاتة على اتنين في تاء ناقص تلات أرباع، ربع ناقص تلات أرباع تبقى كام؟ سالب نص ناقص جذر تلاتة على اتنين تاء ده واحد. نقدر نجيب عين اتنين، عين اتنين يا شباب محتاجة تتظبط لأن الجا وكاتا مش معدولين، كانت عدى الجا باي على تلاتة زائد تاء جتا باي على تلاتة، في ربع الأول يبقى ياخد تسعين ناقص باي على تلاتة، يعني لو جتا اللي هي باي على اتنين ناقص باي على تلاتة زائد تاء جا باي على اتنين ناقص باي على تلاتة، هنا تبقى خد المقام ستة، ستة على اتنين فيها تلاتة، تلاتة باي، وهنا اتنين باي بقى باي، طرحهم من بعض يعني. زائد تاء ج باي على ستة، تمام كده؟ طيب يعني عين اتنين ممكن نقول له والله نقدر نجيب الناتج يعني، يعني ممكن نحسبها يا أستاذ جتا ستين، لا دي مية وتمانية على ستين، مية وتمانية على ستة في تلاتين، جتا تلاتين بجذر تلاتة على اتنين زائد تاء في نص، نص تاء يعني، خلاص نص تاء، يبقى انت كده جبت عين اتنين وعندك عين واحد. هو عايزك تقسمهم، يبقى قول له عين بتساوي معانا ربع زائد جذر تلاتة على اتنين تاء ناقص تلات أرباع تديك سالب نص زائد جذر تلاتة على اتنين تاء، ده عين واحد. عين اتنين شايفها؟ زائد عندك واحد على تلاتة وهنا واحد على تلاتة وهنا جا وهنا جتا، يبقى لازم تبقى جتا وجا، فهنضيف ونقول هنا تسعين ناقص السيتا، هنا تسعين ناقص السيتا ربع أول لأن هنا موجب وإيه وموجب، يبقى الربع الأول تسعين ناقص السيتا. تبقى جتا تسعين ناقص باي على تلاتة اللي هي باي على ستة، فانت جبت ايه؟ عين اتنين طلعت معاك اهيت، وبسطتها تبقى جذر تلاتة على اتنين زائد نص تاء، ده عين اتنين ودي عين واحد موجودة اهي. بعد كده هو قالك اقسمهم على بعض، لما نيجي نقسم ضربنا في المرافق بتاع المقام بس والمقام، لما جينا نضرب مرافق شباب ركز معايا كده، سالب نص اتضربت هنا بقت سالب جذر تلاتة على أربعة، وسالب نص ادتني هنا بقت موجب ربع تاء، وضربنا ده في لا تبقى تلاتة على أربعة تاء، وهنا سالب جذر تلاتة على أربعة تاء، تاء في تاء تلات أرباع، خد بالك تلات أرباع بسالب واحد، سالب في سالب بموجب، يعني ده هيروح مع مين؟ مع الأولين، واللي تحت في المقام بقى واحد، لأن تلات أرباع زائد ربع بواحد، فيبقى عندك ربع تاء زائد تلات أرباع تاء، يبقى الناتج كله يطلع بتاء. طيب التاء ديت عايزين نكتبها على الصورة المثلثية، احنا عارفين يا شباب على الصورة المثلثية دايرة الوحدة اهيت، هنا واحد وهنا سالب واحد، هنا تاء هنا سالب تاء. فالتاء اهي تصنع زاوية 90، يعني تقول جتا باي على اتنين زائد تاء جا باي على اتنين، دي الصورة المثلثية المطلوبة، تمام. رجع قال لي بعد كده هات له جذور التربيعية للعدد عيان على الصورة المثلثية. طيب احنا كتبناها على الصورة المثلثية اهو، نقدر ان احنا نجيب الجذور، الجذور التربيعية يعني احنا هنعملها كده مع بعض، نقول والله جتا جتا احنا قلنا الزاوية اللي عندنا باي على اتنين، فتقول والله جتا باي على اتنين زائد اتنين باي في الراء، ها كل ده على اتنين زائد تا جا نفس الزاوية اللي عندك اللي هي باي على اتنين زائد اتنين باي في الراء على ايه؟ على اتنين، اهو بقى ال ر بتساوي صفر وال ر بتساوي ايه؟ واحد، عشان تجيب ايه؟ تجيب الجذور، الجذور التربيعية صفر وواحد يعني. تقول والله عند ر بتساوي صفر، إذا الجذر الأول الجذر التربيعي
الأول جت عوض كده بصفر، يبقى باي على 2 على 2 تبقى باي على 4. جت باي على 4 زائد تا جا باي على 4، هتقول له عندها راء بتساوي 1. عوض بقى الراء بواحد هنا تبقى باي على 2 زائد 2 باي على 2. طيب يبقى باي على 2 زائد يعني تبقى 2 ونص، اللي هي 5 باي على 2 على 2 تبقى 5 باي على 4. يبقى جت 5 باي على 4 زائد تا جا 5 باي على 4. طبعا يا شباب دي كبيرة، نقدر ناخد منها 2 باي. الاتنين باي ديت عبارة عن 8 باي على 4، يعني 5 باي على 4 ناقص 8 باي على 4 تبقى ساعة 3 باي على 4. جتا سالب 3 باي على 4 زائد تا جا سالب 3 باي على 4. خلاص كده فهمناها. تمام، السؤال اللي بعده 5 ألف. الخطوات اهي قدامك، حاول ايه تذاكرها كويس لفكرة الحل. يعني ممكن طالب ما يعملهاش كده، يعني ممكن طالب يسيبها صورة مثلثية هنا وصورة مثلثية، لما يجي يقسم يطرح الزوايا عادي مفيش مشكلة خالص، زي ما انت عايز زي ما انت حابب حل واشتغل. خلاص. طيب السؤال رقم 5 بيقول لي بدون فك المحدد اثبت ان المحدد بيساوي س زائد ا زائد ب في س ناقص ا في س ناقص ب. خد بالك س زائد ا زائد ب ده ممكن تجمع العمود الاول مع الثاني مع الثالث تاخد عمود مشترك وتصفي مسألتك، تحاول تجيب يعني الباء على الصورة المثلثية تجمع كده القطر الرئيسي في بعض وتلاقي ظبطت معاك. تعالى اعملها كده. نقول أول حاجة هنجمع عين واحد زائد عين اتنين زائد عين تلاتة، أول ملحوظة وأنت بتحلها تبقى فاهم. طيب لما نيجي نجمعهم مع بعض إيه اللي هيحصل؟ لما نجمعهم هيتبقى عندك ألف وسين وباء، نقدر ناخدها عامل مشترك، يعني ده يبقى سين زائد ألف زائد باء، سين زائد ألف زائد باء، تاخد عامل مشترك كله بره بقى، سين زائد ألف زائد باء، يبقى هنا واحد واحد واحد. وهنا ألف وهنا سين وهنا ألف وهنا باء وهنا باء وهنا سين. بعد كده نقول والله نقدر نقول الصف اللي عندي التاني نشيل منه الصف الأول، والصف التالت نشيل منه الصف الأول، هيديني العدد بقى على الصورة المثلثية إن شاء الله. يعني سين زائد ألف زائد باء أهو، ده واحد ألف باء صفر صفر، ديت طرحناها من اللي هنا تبقى سين ناقص ألف، وده صفر طرحناها من اللي هنا تبقى بصفر، ودي تبقى سين ناقص باء. نضرب بقى الصورة المثلثية يبقى اللي بتساوي س زائد أ زائد ب، وهنا القطر الرئيسي اللي هو س ناقص أ في س ناقص ب. ماشي كده أثبتناها يا شباب. السؤال اللي بعده رقم ب بيقول لي أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم بمقلوب بالنقطة وبجزء المستقيم. طيب الصور المختلفة نعمل أول الصورة المتجهة، لازم نجيب يعني نقطة. طيب عندك النقطة موجودة اهيت اللي هي 2 و1 بيساوي 3، ومتجه في اتجاه المستقيم اللي هو لانه بيوازي يبقى ها بتساوي ها، ماشي، او ثابت في ها. يعني هنا 5 وهنا 2، بس خد بالك العين هنا مش مظبوطه، يعني المعادله س ناقص 1 على 5 وهنا ص زائد 3 على 2، 1 ناقص عين دي هتعدلها تقول سالب 1 سالب عين كده زائد 1 على ايه على 3، اضرب في سالب بسط المقام تبقى عين ناقص 1 على سالب 3، فيبقى هنا بإيه بسالب 3. يبقى المتجه ه 5 و2 وسالب 3. تعال نجيب بقى المعادلة المتجهة. المعادلة المتجهة يا شباب أنا عايزكم بس تركزوا في الحاجات البسيطة دي، امتحانكم يعني إيه بعد بكرة، فركز ما تشتتش نفسك بالمسائل الصعبة وصعب الأمور على نفسك. أنا عايزك بقى تراجع الحاجات القديمة اللي أنت فاهمها أصلا ومذاكرها وتركز عليها دلوقتي عشان ما تصعبش الأمور بقى على نفسك وتقعد تذاكر حاجات تقيلة صعبة. فأبسط حاجة تعمل كتاب مدرسة أو محاولة 10 نماذج، راجع عليهم كده راجعة سريعة، وبعد كده شوف بقى المسائل الجديدة، لكن ما تلخبطش نفسك وتصعب الأمور وتتعقد وتشوف مسائل بقى تقيلة دلوقتي. خلاص انت راجع بس على امتحانات كده المدرسة، دي أسهل طريقة يعني الحل يعني. وبعد كده شوف بقى النماذج اللي هي التراكمية اللي احنا خدناها، شوفها كلها، احنا حلينا كل المسائل الاختيارية يا شباب، جميع الفروع يعني الحمد لله موجود كل ده على القناة، يعني راجعهم معايا وشوف هتلاقي الأمور سهلة بالنسبة لك. يعني المعادلة المتجهة كمل المسألة، أنت جبت نقطة تقوم واخد النقطة بتاعتك اللي هي 2 1 وسالب 3 زائد ك في المتجه بتاعك ه اللي هو 5 و2 وسالب 3. تعال نجيب المعادلة البارامترية لأنه طالبهم كلهم، يبقى نجيب المعادلة المتجهة والمعادلة البارامترية والصورة الإحداثية. المعادلة البارامترية تقول له س بتساوي 2 زائد 5 ك، ص واحد زائد 2 ك، والعين بتساوي سالب 3،
ناقص 3 كاف. دي المعادلات البارامترية. تعال نجيب المعادلة الإحداثية بقى. س ناقص 2 5 ص ناقص 1 على 2 و ع ناقص ناقص 3. طبعا انت بتعمل س ناقص النقطة وص ناقص النقطة، يعني النقطة بتتكتب فوق تحت الهاء، فالهاء موجودة عشان تبقى فاهم. 5 و 2 سالب 3 و ع ناقص ايه ناقص ناقص 3 يبقى زائد 3. كده نكون خلصنا الامتحان. اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب، ربنا يوفقكم دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.